السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في صحة جيدة وتكون اموركم بخير وعلى خير. معكم كوثر من قناة تميرة بيتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وسلم تسليما كثيرا. فيديو ديال اليوم ان شاء الله جبت لكم ثلاثة ديال الاقتراحات لوجبة العشاء فقط بالبيض وبطاطا، مقادير متوجدة في كل بيت. كنتمنى يا ربي هاد الاقتراحات هادو ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، ولا جربتوهم وعجبوكم ما تنساوش تجيو وتعلقوا لي على الفيديو وقولوا لي كيفاش جاوكم، ونخليكم مع الفيديو فرجة ممتعة. ندوزو دابا ان شاء الله للاقتراح الاول. بالنسبه للاقتراح الاول، خديت هنا البطاطا متوسطه الحجم، غادي نقطعها بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا، قطع صغيره، وغادي نسلقها بهذه الطريقه. البنات الا بغيتوا تسلقوا البطاطا قطعوها بهذه الطريقه هذه، راه ما غاديش تاخذ منكم وقت كثير، وتا غادي تقتصدوا في البوطه. هانتوما معايا، هيا ملي قطعتها قطع صغيره درت ليها الماء، غادي ندير واحد شويه ديال الملحه كما كتشوفوا، هي واحد القياس ديال الملحه. غنحرك شويه وغنحطها حتى تسلق ليا. من بعد ما تسلقات البنات كما كتشوفوا، معستها بالفرشيط، وهنا خديت كاس ديال الدقيق، نزيد عليه واحد شويه ديال الملحه، غنزيد عليه بيضه واحده، وغادي نحرك مزيان تولي عندي واحد الخليط اللي هو معجن، وعاد غنزيد تاني الدقيق. هانتوما كما كتشوفوا معايا، ملي كتبدا العجينه كتلصق لكم فحال هكا، غادي نزيد تاني واحد كاس ديال العنبه ما عامرش، يعني النص ديالو، غادي نزيد ديال الدقيق لهاد الخليط اللي خلط، يعني ما تزيدوش الدقيق دفعه واحده من الاول، حتى كتحركوا عاد كتزيدوه مازال. هانتوما كما كتشوفوا، كيقول لي الشكل ديالها فحال هكا ديال العجينه. نزيدها على البطاطا ديالي اللي سبق ليا معصتها بالفرشيط، وكنخدمها بيدي فحال هكا بحال شي عجينه كما كتشوفوا، كتعجنوها مزيان حتى كاين يعني كيتجانسوا العناصر مع بعضياتهم. ناخديت واحد شويه ديال الدقيق كما شفتوا معايا، وغادي نبدا وكنبدا نكور العجينه ديالي كما كتشوفوا هكا، كويرات صغيورين. بالنسبه للشكل ديالها البنات، راه ديروا الشكل اللي بغيتوا، بغيتوا تكوروها، بغيتوا ديروا ليها اي شكل بغيتوا ديروه، كيبقى لكم الاختيار. انا كنوريكم الطريقه وانتم تفنوا فيها. انتم ملي كورت الكويرات ديالي كما كتشوفوا، ضروري ديروا الدقيق باش ما تلصقش ليكم. وهنا خديت كاسرونه درت فيها الماء، عمرتها بالماء، درت واحد درت ليها واحد شويه الملحه، وخليت الماء تتغلى حتى كيغلي الماء، عاد كتاخذوا ديك البطاطا اللي كورنا كتاخذوها كتزيدوها كامله دفعه واحده، ما تخافوش منها ما كتلصق لكم حتى شي حاجه. انتما صافي، كدير واحد التحريكه خفيفه فحال هكا، وكتخليوها كتخليها على نار مهيله حتى كتبدا البطاطا كتطلع الفوق. غادي تعرفوها البنات راها طابت كما كتشوفوا معايا، هانتوما كتشوفوا كتبدا البطاطا طالعه الفوق، الماء كطفو، وعاد كطفو عليها ديك الساعه وكتصفيوها من هاد الماء. هنا البنات خديت ثاني كاسرونه درت فيها 5 معالق ديال الزيت، درت فيها معلقه كبيره ديال الزبده، ورديت ليها البطاطا ديالي من بعد ما صفيت ليها داك الماء، درتها هنايا كتقلبوا فيها غير بشويه بملعقه خشبيه. وكناخد هنا لاصوص ديال مطيشه سبق ليا صايبتها، كناخدها وكنزيدها على هذا الخليط، وكنزيد واحد شويه القزبر والمعدنوس مقطعين، كنحرك غير بشويه، وكنسد عليها نخليها تات يعني تختار لي المرق كما كتشوفوا، وكنطفي عليها وكنقدمها. وهانتوما البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق، كتجي رائعه بزاف البنات، كتجي بحال لي بات، وكيجي فيها الطعم ديال لي بات. وما الا ما بغيتوش البنات تكوروها بهذه الطريقه اللي درت ليها انا، تفنوا فيها انتما كما بغيتوا، اي شكل بغيتوا ديروه راه ديروه بها.
انا فضلت فحال كنكورها باش تجيني ساهله وما تاخدش ليا الوقت كتير. وزوقتها بواحد شويه ديال الربيع من الفوق كما كتشوف. غادي ندوزو لدابا الوصفه الثانيه. هنا خديت تاني بطاطا، غادي نقطعها هاد المره شرائح رقيقه بزاف كما كتشوفوا. ومن احسن البنات الا كانت عندكم ديك القطع اللي كتخرج هاد الشرائح هادو فحال ديال الشيبس ديروها. هنا انا كنحاول غير نقطعهم بشويه بيدي يكونوا رقاق باش يطيبوا ليا كما كتشوفوا. من بعد ما قطعتهم درتهم هنايا، غادي نزيد عليهم التوابل اللي غنزيد. غنزيد واحد شويه الملحه وفلفل اسود، غادي نخلط مزيان. وهنا درت المقله، درت فيها واحد معلقه صغيره ديال الزبده، ودرت فيها معلقه ديال الزيت. غادي ندير البطاطا ديالي، غنفرشها كامله على المقله وغادي نخليها حتى تبدا تطيب. كنحس بها طاطابت، وغادي نوريكم اش غنديروا من بعد. هانتوما البنات، من بعد ما كطيب ليا البطاطا كتبداو تقلبوا فيها وتفرقوا فيها باش تطيب كامله يتساوى ليها الطياب. هنا غادي ناخد واحد جوج بيضات، غادي نزيد عليهم واحد شويه ديال الملح، راس معلقه صغيره، وراس معلقه صغيره ديال البزار ولا الفلفل الاسود، وغادي نزيد عليهم راس معلقه صغيره ديال الخرقوم. ليهم القزبر والمعدنوس مقطعين. هنا كما كتشوفوا عندي متلج، يلا مخرجه من الثلاجه. غادي نطرب مزيان البيض تيتجانسوا ليا العناصر مع بعضياتهم. وكناخد البطاطا ديالي، كندير المقله على عافيه تكون مهيله، يعني الراس اللي عندكم صغير في البوطه حطوا فوق منه المقله كما شفتوا معايا. غادي ناخد دابا البيض اللي كنت طربت مزيان، غادي نخويه من الفوق وغادي ننقص على العافيه مزيان، ونسد المقله ديالي بشي حاجه من الفوق. وانتم البنات ملي كطيب من التحت كتعاودوا تقلبوها، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. زوقتها بصلصه الطماطم من الفوق، شويه ديال المايونيز، ولكم نتوما الاختيار. ذوقوها باش ما بغيتو، كتجي لذيذه زوينه بزاف وغادي تعجب حتى وليداتكم. بالنسبه للوصفه الثالثه، هنا خديت تاني البطاطا قطعتها قطع صغيره، غادي نسلقها في الماء واحد شويه ديال الملحه. من بعد ما كتسلق كنصفي لي هذاك الماء ديالها، وكناخذها كناخذ هنا البنات بصله صغيره، يعني بصله صغيره ما تكونش كبيره، كنقطعها بهذا الشكل هذا قطع صغيره. هنا وكندير عليها شويه ديال الزيت، تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الزيت. غادي ندير عليها قزبر ومعدنوس مقطعين. بالنسبه للتوابل اللي غندير، غادي ندير شويه ديال الملحه، شويه الخرقوم، شويه ديال الكمون، وغادي ندير شويه ديال الفلفل الاسود ولا البزار. صافي، هادو هما التوابل اللي غادي ندير. نحرك مزيان وغادي نرد كل شيء فوق النار تكذب ليا البصله مزيان وكنزولها. البنات خديت البطاطا ديالي كنعس فيها بالفرشيطه، زدت عليها البصله ديالي اللي سبق ليا صايبتها معكم. غادي نحرك مزيان تدخل ليا البصله البطاطا مزيان كما كتشوفوا معايا. هنا البنات من بعد ما عجنتها كما كتشوفوا، كناخد بيضه مسلوقه اللي سبق ليا سلقتها، كناخدها وكناخد العجينه ديال البطاطا ديالي بهذه الطريقه كما كتشوفوا. انا درت لكم هنا غير وحده، وانتم ديروا الكميه اللي عجبكم. هنا هي تنوريكم وصافي. هنا خديت البيضه ديالي كما كتشوفوا، درتها في العجينه ولفيت عليها العجينه كما كتشوفوا من الفوق.
حتى ما بقاش كتبان البيضة. إذا بغيت البنات تعمروها حتى بالكفتة ممكن، أرشيت عليها واحد شوية ديال الدقيق من الفوق، إلا مبغيتوش ديال الدقيق ديرو الشابولور كما كتشوفوا. هانتوما كنقاد لها الشكل ديالها مازال بيدي، وكنحطها في صينية الفرن ولا الطاوة ديال الفران، كندهنها بواحد شوية ديال الزيت، وكنحط فوق منها الكويرة ديالي، كنخشيها في الفران حتى كطيب، حتى كتحمر مزيان من الفوق ومن التحت، كنخرجها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها كما كتشوفوا، تجي رائعة في المذاق، تجي راقية. وكنصحكم البنات تجربوها. انتما ملي قطعتها كتبان البيضة من الداخل، كتعطي واحد الديكور زوين، وانا متأكدة انها غتعجب وليداتكم. هادو هما الاطباق اللي وجدت معكم اليوم كاقتراحات للعشاء الا بغيتو تبدلو. وكنتمنى يا ربي هاد الفيديو ينال اللي عجب ديالكم. الا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك وكومونتير، وتشاركوا الفيديو مع صحباتكم، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جاي. السلام عليكم.